مهرجان سواعدنا بتجمعنا، بأن المهرجان بيتضمن ورشة دمج عمل ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال ذوي احتياجات خاصة وأطفال شهداء من هيئة مدارس أبناء الشهداء، ما يقارب 50 ل60 طفل، في عفوا من 60 ل70 طفل، أعداد متراوحة بيناتهم. عم بيكون طبعا مستمرة الورشة صار 13 يوم، كل خلال أيام المهرجان عم يتخللها عروض فنية مسرحية راقصة بمشاركة فرق شبابية جديدة طالعة. عم بيكون كل يوم عندنا فرقة عم تقدم هذا الشيء. بنهاية اليوم، اليوم الختامي للورشة الدمج العمل، حيكون في عنا ب 25 الشهر ورشة اليوم الختامي. 25 الشهر هو اليوم التكريمي لكل فرق المشاركة خلالها 13 يوم. بدأ التنظيم مع مؤسسة سواعدنا لبعض، قررنا أنه نعمل مهرجان بخص الأطفال ذوي الاحتياجات ذوي الشهداء بقلعة دمشق. تعاوننا معا بمجموعة أنشطة وتفاعلات مع الأطفال، لقينا التفاعل كتير حلو ورسمنا على وجوههم البسمة وقدرنا قدرنا نوصلهم بطريقة ما ونتعاون معهم ونتفاعل معهم. الشاطات تبعنا هادفة توصل، يعني مو بس مشان نفرح ونوصل الضحكة للطفل، طبعا لقينا هذا الشيء حب وتعاون ومساعدة بين الأطفال. هلا الدمج كان حلو ولكن نوعا ما كان بيلزمه أكثر تنسيق، أكثر تنظيم، بيلزمه أكثر دمج مع هدول الأطفال. يعني كنت بتمنى فعلا أطفالنا يكونوا مدموجين بشكل أكثر مع أعمار متفاوتة، بما انه نحن بنعرف انه هن عندهم مشكله او خلل بالتناسق الاجتماعي او التآزر الاجتماعي والحركي، بس بشكل عام فينا نقول انه حددنا هدف. جايين لهون لحتى ننبسط ونشارك بالمسرح، عملنا أشغال يدوية وانبسطنا كتير. وأنا مضروبي طيفوها ونرحلة زميلة أحبها واسمها سام. كنت عم بشتغل فخار هون وبلونه وبعجن طين وبساوي عشوش.